اهلا بيكم، معاكم نسرين من قناة هاند ميد كروشيه. النهاردة هنكمل مع بعض دروس تعليم الكروشيه، وهنتعلم ازاي نعمل غرزة العمود بلفتين، وهي بالانجليش اسمها تريبل كروشيه، والاختصار بتاعها في الباترون بيبقى زي حرف التي، وبيبقى في شرطتين مايلين. قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات ان الشرطتين دول بيرمزوا لللفتين بتاعت العمود، لان هو عمود بلفتين، والاختصار بتاعها بيبقى تي ار اللي هي تريبل كروشيه. بالنسبة لغرزة العمود بلفتين، لو انتي اتدربتي كويس على غرزة العمود بلفة هتقدري تشتغلي العمود بلفتين وكمان العمود بثلاث لفات، لان طبعا غرزة العمود بلفة واحدة اللي عملناها في الفيديو اللي فات هي تقريبا الاساس اللي بنشتغل بيه شغل الكروشيه كله. فلو انتي اتدربتي عليها كويس هتقدري تشتغلي العمود بلفتين وكمان العمود بثلاث لفات. هنبدأ مع بعض نعمل عقدة البداية، وطبعا انا هشتغل اي عدد من غرز السلسلة. طبعا لو انت في بطرون بتمشي عليه طبعا بتتبعي الارشادات بتاعت البطرون. وبعد ما انت ارتفعتي السلاسل بعد كده هنعمل ارتفاع غرزة العمود بلفتين. احنا قلنا ان غرزة الحشو ارتفاعها غرزة سلسلة واحدة، وغرزة النص عمود ارتفاعها سلسلتين، والعمود بلفة ارتفاعه 3 سلاسل، اما غرزة العمود بلفتين هو ارتفاعها 4 غرز سلسلة. يعني معنى كده ان احنا هنرتفع كمان 4 غرز سلسلة، 3 4 بالشكل ده كده. احنا كنا برضو قلنا ان غرزة الحشو بنشتغل في تاني غرزة سلسلة ان هي ارتفاعها غرزة، فبنسيب غرزة وبنشتغل في الغرزة التانية. غرزة النص عمود كنا بنلف لفة على الابرة وبنسيب اول غرزتين. طبعا احنا بنبتدي نعد من ابتداء من الغرزة دي، مش بنعد الحلقة الا على الابرة. يبقى غرزة النص عمود بنسيب اول غرزتين وبنشتغل في الغرزة التالتة. غرزة العمود بلفة بنسيب اول 3 غرز وبنشتغل في الغرزة الرابعة. غرزة العمود بلفتين طبعا هي باينة من اسمها عمود بلفتين، يعني احنا بنلف الخيط على الابرة لفتين او مرتين وبندخل في الغرزة الخامسة، ان هي ارتفاعها 4 غرز سلسلة. فهنعد 4 غرز سلسلة. الاول هنلف الخيط على الابرة مرتين، ادي كده اول لفة ودي التانية، وبعد كده هنبتدي نعد 1 2 3 4 وهنشتغل في الغرزة الخامسة بالشكل ده كده. هندخل الابرة ونلف الخيط ونخرج بيه من نفس المكان اللي احنا دخلنا منه. هيبقى عندي على الابرة في 4 حلقات، دي الحلقة اللي هي موجودة على الابرة، ودول اللفتين اللي انا لفتهم، ودي الحلقة اللي انا لفتها وخرجت بيها من نفس الغرزة بالشكل ده كده. هبتدي الف الخيط على الابرة تاني مرة واحدة بس، وهخرج من اول حلقتين. ادي كده اول حلقة او تاني حلقة، هخرج من اول حلقتين دول كده بالشكل ده كده. خرجت من اول حلقتين، هيتبقى عندي 3 حلقات على الابرة. هلف الخيط كمان مرة وهخرج من حلقتين تانيين بالشكل ده كده. انا كده خرجت كمان من حلقتين، بقى عندي اخر حلقتين على الابرة. هلف الخيط وهخرج من اخر حلقتين على الابرة. يبقى انا كده اشتغلت غرزة العمود بلفتين، وده كده شكلها معي. وابتدي اكرر تاني، هلف الخيط مرتين على الابرة وهدخل في الغرزة اللي بعد كده، والف الخيط واخرج بيه من نفس المكان. عندي كده 4 حلقات، الف الخيط واخرج من اول حلقتين، والف الخيط تاني واخرج من حلقتين التانيين، وهلف الخيط واخرج من اخر حلقتين. طبعا هتكرري كده تاني، هتلفي الخيط مرتين على الابرة، هتدخلي في الغرزة اللي بعد كده، هتلفي وتسحبي الخيط تخرجي بيه من نفس المكان.
هيبقى عندي 4 حلقات على الإبرة، هلف واخرج من أول حلقتين والف واخرج من الحلقتين التانيين وهلف واخرج من آخر حلقتين بالشكل ده كده. وهنكمل كده وندخل في الغرزة اللي عليها الدور بالشكل ده كده. طبعا زي ما قلتلك طالما انت دربتي على غرزة العمود بلفة هتقدري تشتغلي العمود بلفتين بالشكل ده كده. هنلف ونخرج من الحلقتين التانيين، هنلف ونخرج من اخر حلقتين. بقى معايا اخر غرزة نشتغل فيها برضو بنفس الطريقة، بالشكل ده كده. طبعا احنا ملاحظين ان العمود اللي بلفتين طبعا طويل، لان هو عمود بلفتين اطول من العمود بلفة بالشكل ده كده. وكمان بيبقى الغرزة واسعة شوية زي ما احنا شايفين كده، يعني مختلفة عن النص عمود والعمود بلفة. وطبعا غرزة الحشو بتبقى غرزة ضيقة بالشكل ده كده. وهنبتدي ان احنا نرتفع للسطر الثاني. هرتفع طبعا، احنا قلنا ارتفاع غرزة العمود بلفتين 4 غرز سلسلة، فاحنا لازم في بداية كل سطر نعمل 4 غرز سلسلة، 1 2 3 4. هنقلب الشغل الناحية التانية وهنبتدي ان احنا نشتغل الغرز بتاعتنا. طبعا زي ما انا قلت لكم لو انت حسبتي ان دي عمود بلفتين يبقى انت هتشتغلي على طول في الغرزة التانية. احنا كده يعتبر ان احنا اشتغلنا هنا اول عمود بلفتين وتشتغلي على طول في الغرزة التانية. اما لو انت ما حسبتهاش دي عمود فبتبتدي ان انت تشتغلي في نفس العمود تاني بتشتغلي فيه ونتجاهل ال4 غرز سلسلة دول تماما وتبتدي ان انت تشتغلي في نفس الغرزة تاني. انا بالنسبة لي ان انا هعتبر ان دي اول عمود بلفتين ان انا كده اشتغلته وهشتغل على طول في الغرزة اللي بعدها. فانا كده هلف الخيط مرتين على الابرة، خلاص انا يعتبر ان انا اشتغلت هنا في اول عمود ده او اول غرزة. هبتدي اشتغل في الغرزة اللي بعدها او العمود التاني اللي هو ده، هدخل فيه هنا كده بحيث ان زي ما انا قلت لكم ان الضلعين يبقوا معايا على الابرة، وهسحب الخيط واخرج بيه. وادي ال4 حلقات بتوعي، هلف واخرج من اول حلقتين وهلف واخرج من الحلقتين التانيين وهلف واخرج من اخر حلقتين بالشكل ده كده. يبقى انا كده دي اول غرزة ودي التانية. وهتكرر تاني، ادخل في الغرزة اللي بعدها واسحب الخيط والف واخرج من اول حلقتين والف واخرج من الحلقتين التانيين والف واخرج من اخر حلقتين بالشكل ده كده. وهكمل كده دوب ناخد بالنا ان احنا كده فاضل غرزتين، ده كده عمود. وزي ما انا قلت لكم انا بعتبر ان السلاسل دي كمان عمود، فانا كده عندي غرزتين فاضلين. فانا هلف الخيط مرتين على الابرة وهدخل هنا في العمود ده وهكرر اللي بعمله بالشكل ده كده. فاضل اخر عمود اللي هو السلاسل بتاعتي، هلف الخيط مرتين على الابرة وانا هنا في السلاسل بشتغل في رابع غرزة بقى سلسلة، لان ده عمود بلفتين مش تلاتة. العمود اللي بلفة كنا بنشتغل في تالت غرزة سلسلة، هنا طبعا عشان 4 غرز سلسلة فهشتغل في رابع عمود. عرفتي تعديهم من الناحية دي؟ اوكي، ادي كده 1 2 3 وهنشتغل هنا. ما عرفتيش هتقلبي وتعدي من هنا، ادي 1 2 3 ودي الرابعة. يبقى انا هدخل في المكان ده
بالشكل ده كده. يبقى ده كده شكلها معايا. وطبعا بتتأكدي من عدد الغرز في السطر الاولاني، هما لازم يبقوا عدد الغرز في السطر التاني عشان ما يبقاش عندك غلط في العدد. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى انت كده ماشية صح. وطبعا احنا هنبتدي بعد كده السطر الجديد، هترتفعي 4 غرز سلسلة وتبتدي تقلبي الشغل وتشتغلي بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلناها في الفيديو. اتمنى يا رب اكون قدرت اشرح لكم غرزة العمود بلفتين بطريقة سهلة وبسيطة، وياريت يا جماعة ما تنسونيش في اللايكات، عايزة لايكات كتير على الفيديو. وشكرا واشوفكم في فيديو جديد.